بيكم في الشارع الابيض، وخلينا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده، واللي كان بيتكلم عن قائمه الزمالك لمواجهه سيراميكا كليوباترا في الدوري والتشكيل الامثل الذي يمكن ان يدفع به مستر جوميز. تعالوا كده ناخد اراء ورسائل جمهورنا اللي بعتوها لنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند عزيزة أحمد. بنصبح عليك، بتقول صبحي وحمزة المسلوسي وعمر جابر وحسام عبد المجيد وشحاتة وناصر ماهر ودونجا وعبد الله السعيد وزيزو ومصطفى شلبي وأوباما، وبالتوفيق إن شاء الله زملكاوي وأفتخر. حسام غانم بنصبح عليك يا حسام، بيقول صبحي المسلوسي عمر جابر شحاتة دونجا حسام ناصر ماهر متيابة زيزو أوباما وإبراهيم نضاي. خالد أحمد بنصبح عليك يا خالد، بيقول التشكيل الأمثل للزمالك هو عواد وحسام عبد المجيد وعمر جابر ودونجا والمسلوسي وفتوح وعبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو ومصطفى شلبي ومتيابة، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. ان شاء الله خالد باذن الله كل التوفيق النهارده لنادي الزمالك، يحققوا ثلاث نقط مهمين جدا يفرقوا مع الفريق خلال الفتره اللي جايه.